اما حته مره يا سعيد موتتني ايه رايك حبيبي يا معلم الله انت والله عايز امرايه ها مساء الخير يا معلم وسهلا عندي ليك واحده ثانيه بقى عشان انت قلبك خفيف من غير ضرب نار ايه رايك لا كفايه كده بص يا سيدي لا لا اسمعني بس اسمع بس انا هقول لك والنبي انت سامع والنبي انت سامع اسمع خد دي بس قسط العربيه يا سعيد ايه مالك مش عارف عندي هبوط كده عندي يعني لا 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 اقعد يا سعيد هنا اقعد هجيب لك ميه بسكر زي كرشه نفس كده اه طبعا يا الف سلامة اه لا بس زي ما تقول كده الواحد بيطلع من بيت على الريق فمع المشاوير بقى بتهب كده هي بس بتروح وتيجي قسط العربيه يا برنس انا كده هزعل بقى واخد الحق بيزعل يا برنس يا عم مش النظريه يا عم رامي ده انت بتعرف فلوس يا جدع الله وبعدين فلوسك في جيبي انا بس كنت عايز استاذنك في حاجه كده لا ولا يعني لا يا جدع مش لما تعرف الاول اكيد عايز تبقى حاجه من قسط العربيه يا برنس يا ساتر اتفضل يا سيدي فيها 20 جنيه عشان احطها في جيبي عنك سعيد وانا لما اديتك العربيه بقيت لك فيها كبوت ولا فرده كاوتش ولا موتور ما انا اديتها لك كامله يبقى حقي يرجع لي كامل كان دول ناقصين 5 جنيه واختي جابت بيهم مشابك يبقى مش هتاخد الوصل يا برنس الا لما ترجع المشابك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ صباح اليوم العام الدراسي الجامعي الجديد بعد تأخر بدء الدراسة أسبوعين بسبب الانتخابات الرئاسية لانتخاب رؤساء الأقسام والعمداء ورؤساء الجامعات بدلاً من انتهت مدته. ادخل ازاي يا حمار والباب مقفول افتح يا ابني. هذا وتشير الأوضاع الحالية إلى أن الجامعات استعدت لبدء الدراسة وتم إعداد المدن الجامعية لتسكين المغتربين كده مفتوح روح الإضرابات والاعتصام تحددوا انتظام العام استنى رايح فين أنا عايزك في مصلحة مش عايزها النهاردة يوم الغسيل طب مش تسأل الأول مش يمكن السبوبة حلوة يعني أنا مش فاهمك يا سعيد طالما داخل وقايل لي مصلحة تبقى نصبة تعال معايا يا عدل هات 15 جنيه لا طب خليهم 5 ليه؟ الراجل صاحب المعرض النتن تخيل رهن الوصل على 5 جنيه ما هو حظ ام انا انت حبيبي يا عمده خد يا سعيد ربنا يخليك يا حبيبي اما صحيح بجح يعني انا هديها لك مزوره ليه ما تعملهاش اعملها بس مش معاك يا برنس مستك انك مخلص يلا بقى طرقنا عندي غسيل مزور ربنا يسامحك ما تقعدوا زي الناس يا واد ما اعرفش اكل على الارض ياما يلا 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 يا الله يلا يلا يا الله ابن النور يا عفاف انا بالضلمه بخاف سلام ايه ده انت خلصتوا اكل ولا ايه يا سلام يعني انت ما فوتش على عبد سولر ضربت لك طبقين فول قبل ما تيجي لا يا عاطف انا ما فيش في جيبي فرخه من صباحيه ربنا يا واد البرنس هيقعد ديبه فاضي تعملهم على اختك طب امشي 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 نعمل حسابك عارف ان النهارده ميعاد القسط الله عليك يا اسماعيل يا ابو قلب حنين وصلتني يا عواطف البصل كيلو ب7 جنيه نطبخ بيه احسن انت جبت الاكل ده منين؟ ما جاتش مني جات من اسماعيل يعني انا وعيالك نقول نص بطن عشان هو ياكل تصدق انت قلبك طري؟ مصطفى الملازق سأل عليك سأل مرتين وانت بره خص عليك يا اسماعيل بتحلالي وانا بكلمك انت ما خليت نهارك كل الالوان ما بقاش انا عواطف ليه بس انا قلت اقوله بسرعه قبل ما انسى وده كان عايز دعم اسماعيل ما اعرفش يمكن عايز العربيه في فرح ولا حاجه وانت يعني مش عارف تجرجره في الكلام وتشوفه عايز ايه واخويا حبيبي برضو مجدع يعني لو فيها مصلحه هيبقى يشوفك معاه انا هقوم اقابله في القهوه اشوفه عايز ايه مش قادر تقعد تاكل معانا على الارض بدل ما توسخ الكنبه ده انتوا اللي تاكلوا على الارض انما البرنس ما يعرفش يقرفص زيكم البرنس نفسي افهم جايب العنطزه دي منين سيبيه ده واد طيب ان شاء الله ربنا هيكرمه سلام شوية فول عظمة
هيوحشني افطارك يا ابو حماده. انا هروح فين يا اخويا في الاكل اللي انت بتعمله؟ طب ده انت لما بيكون غزلتك رايقه كده وتدخل المطبخ من الريحه الجيران بيعرفوا انك انت اللي بتطبخ. ولا اكل يعلى على اكلك يا ست الكل. يا طيبه انت، بس اللي فوقك بقى في الاكل ابوك الله يرحمه. انا فاكره يا واد لما كنت اعمل الاكل ابقى خايفه اموت كده حتى الاكل ما يعجبوش. ايه يا جلجل انت ما بتزهقيش من الكلام على ابويا؟ كل ما نتكلم في حاجه تنط سيرته كانه لسه عايش بينا. ايه ال11 سنه اللي عاشهم معايا هم عمري كله، لا شفت قبلهم يوم حلو ولا بعدهم. يا عيني يا عيني يا جلجل يا عيني يا عيني على الحب والغرام. وانت بقى ما انش الاوان تقعد في وسطينا، ما شبعت السفر وغربه؟ انا اذا كان عليا مش عايز اسيبكم واسافر، بس ناكل منين؟ بقول لك ايه، المطعم بتاع حسين البقلي عايز يبيعه، ما تاخده منه، وحسين اهو مننا وعلينا مش هيغلي عليه. منين بس يا جلجل؟ ما انت عارفه البير وغطاه. تعرفي انا لما اصحابي بيسالوني على الفلوس بقول لهم ايه؟ بقول لهم ان انا ببني عمارتين، واحده اسمها ابراهيم والثانيه اسمها حوريه. ان شاء الله ربنا يخليك ليهم يا رب. بس بقول لك ايه؟ الواد ابراهيم ده انا ما كنتش قادره عليه، صوته عالي كده وتعلم حاجات وحشه قوي من الشارع. ان شاء الله دي تبقى اخر سفريه ليا. وليك عليا قبل ما اسافر اظبط لك ابراهيم حته ظابطه تفضل معاه لغايه ما ارجع له. ترجع لنا سالم غانم باذن رب العالمين. طب يلا بقى يا جلجل الحقينا بكوبايه شاي لحسن الفول ابو تخديعه ابتدى يكبس على نفسي. ثواني يا ضنايا، وكوبايه الشاي هتبقى في ايدك. عيني عليك يا حماده، انا بكش يا اخويا من الدلع غير اسمك. يا ابن الجزمه يا ادري معادك كده على العربيه، ادري معادك على العربيه. ضنايا يا برنس مالك بتعمل في العيال كده؟ بتضربها ليه؟ كانوا عملوا لك ايه؟ في يا ام صديق؟ الواد قاعد على العربيه ومستلطن كانها ورث امه. اطلع يا صديقي، جبت لنا الكلام من اللي يسوى واللي ما يسواش. كتكم الاغرب. المره الجايه خليه يصير عليها يا اختي.